ونختم بقطع السياحة. نأكد وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد علي بوغازي على تخطي الحظيرة الفندقية عتبة 1500 فندق، مشيرا في السياق ذاته على ضرورة مراجعة الخدمات المقدمة. تغطية كانت لصحة اللونيس. هو في طور الإعداد، كلتا العمليتين في حال التجميد منذ تبقى نوعية الخدمة، تبقى نوعية الخدمة تحتاج إلى تحسين وترقية مستمرين. وتحوز الجزائر على حظيرة فندقية تجاوزت 1500 فندق، كما شرع مجمع فندق سياحة وحمامات معدنية منذ أكثر من 5 سنوات في إعادة تأهيل عدد من الفنادق. خلال سنة 2020 تم إنشاء 31,957 نشاط حرفي، منهم 11,000 تقريبا حرفية، وأحداث أزيد من 85 منصب شغل.